هي $50 تتبان لكم الفوق، $50 ماشي خمس، هي بيمو لات، هي يور اكتيفيتيز راه هي $50 كما تتبان لكم الفوق $50. كانت عندي كانت عندي في باي بال 800 وشي حاجه الظلام، سمحوا لي بزاف، كانت عندي في الباي بال 800 وشي حاجه ديال الدولارات، دابا ولات $915. المهم الخوت غادي نحاول نحط دابا التليفون وغادي نقول لكم بالله هاد الابليكاسيون خدامه مزيانه. انتم كما تشوفوا سحبت $50 كما وعدتكم في الفيديو الاول اللي درت على الموتور على الفلوغ، قلت لكم غادي نمشي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر عايز فلوغ، مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. في هذا الفيديو الاخوان كما قلت لكم في الفلوغ اللي يلا درت على الموتور، قلت لكم بالله غادي نكون غادي ندير واحد الفيديو ان شاء الله بحول الله، غادي نسحب من التطبيق اللي شرحت ديما كنت نشرحه في القناه ديال ناصر عايز فلوكس اللي سميتو فيدر بوينتس، غادي نسحب اليوم ان شاء الله بحول الله واحد $50، $50 ان شاء الله بحول الله غادي نسحبها. قبل ما غادي نسحب هاد $50 الاخوان، بغيت نعرف على هاد التطبيق. اولا التطبيق هو فيدر بوينتس، هو لجمع النقاط، تجمع منه النقاط، من بعد ما تجمع النقاط كتحول هاد النقاط هذا الى رصيد باي بال ولا اي رصيد بغيتي، ولا جيفت كارد، ولا جيفت كارد ديال وولمارت ولا بيست باي ولا اي حاجه، ولا امازون ولا الاي باي ولا اي حاجه، فقط مجرد حصول تصرف هاد النقاط هذه الى مال ولا جيفت كارد. كاينين الناس اللي غادي يسولوني يقولوا لي ناصر كيفاش غادي نحصلوا على هاد المال. طريقة ديال الحصول على هاد النقط عفوا هي انك تتيليشارجي بعض لي زابليكاسيون، من على سبيل المثال مثلا تتيليشارجي الابليكاسيون، تتقول لك الا تيليشارجيتي هاد الابليكاسيون هادي كيعطيوك 50 نقطة، تتيليشارجي الابليكاسيون تتاخذ 50 نقطة، الا كملتي هاد السيرفي هادي ولا هاد المهم واحد السيرفي تيقولوا له باللغة الانجليزية سيرفي، الا كملتي هاد النموذج هذا غنعطيوك 4000 نقطة. المهم تجمع هاد النقط. كاينين الاخوان اللي غادي يقولوا لي ناصر هاد التطبيق ما خدامش في المغرب ولا ما خدامش للدول العربية، غادي نقول لكم الاخوت كاين الناس اللي خدام لهم هاد التطبيق في سميتو، غير هو انه ما تيعطيوش لي زابليكاسيون، ما تيطلعوش لكم لي زابليكاسيون كما تيطلعوا في الدول الغربية. على سبيل المثال هنا في امريكا كيطلعوا لي زابليكاسيون بزاف، حيت هنايا التارجت ديال هاد الابليكاسيون هادي خصوصا الدول الغربيه، حيت الدول الغربيه تما فين تيربحوا هما فلوس، ولا تما فين كاينين المعلنين هكا، حيت هنا عندنا في المغرب ما غاديش تخرج شركه ديال تيد وتحط لابليكاسيون ديالها وتيليشارجيها وتعطيك شركه ديال تيد 5 ديال النقاط ولا 6 ديال النقاط. لذلك كاينين عاوتاني واحد خاص، كاين واحد النموذج اخر اللي بغيت نقول لكم، بلا كاينين ناس اخرين اللي في المغرب كيبدلوا الفي بي ان، تيرجعوا في بي ان ديالهم امريكي ولا كندي ولا بحال هكايا، وكيحصلوا على دي زابليكاسيون الخوت. انا كنتواصل مع الناس تيديروا هذه القضيه هذه، باش حتى الناس اللي غادي يحاولوا يكتبوا في الكومونتير ناصر هاد لابليكاسيون هادي ما تتخرجش لينا لي زابليكاسيون الاخرين اللي نقدر نتيليشارجيو، راه انا متفق معاكم تيخرجوا لكم واحده ابليكاسيون وحده ولا جوج، اما بالنسبه لي انا كيخرجوا لي كل نهار 10 15 ابليكاسيون، وكيخرجوا لي 4 ديال لي سيرفي، كل سيرفي فيه 4000 نقطه 4000 نقطه 4000 نقطه 4000 نقطه. وكاين الكاش باك عاوتاني، الا شريتي من بعد الا شريت من بعد المحلات كيعطوني النقاط، ولا كنجمع كيردوا لي فلوس الكاش باك بحال اللي قلتي اي باي كلاب، ولكن انت هاد لابليكاسيون كدير هاد القضيه هادي الخوت. بغيت نقول لكم حتى الناس اللي ساكنين هنا في امريكا ولا اللي ساكنين في كندا ولا تيتفرجوا في القناه ديال ناصر عايز فلوكس، راه يمكن لكم تيليشارجيو هاد لابليكاسيون هادي ويمكن لكم تخدموا بها ويمكن لكم تربحوا فلوس. اما بالنسبه للناس اللي في المغرب ولا في الجزائر، الا قدرتوا تبدلوا الا قدرتوا تبدلوا الفي بي ان راه تخدم لكم لابليكاسيون، تولي عندكم في بي ان امريكاني. المهم قلبوا في يوتيوب كيفاش تبدلوا الفي بي ان، ولا المهم تحصل على الفي بي ان راه كاينه في يوتيوب تيشرحوها الناس بزاف، تقدر يطلعوا لك لي زابليكاسيون وتحاول تيليشارجي لي زابليكاسيون كما العربيه ما كايناش، as you live here in United States، بحال راك ساكن هنا في الولايات المتحده الامريكيه. المهم الخوت ما نطولوش بزاف، غادي نحاولوا ان شاء الله بحول الله ندخلوا لابليكاسيون اللي في سميتها future points اللي هي تتبان لكم هي هذه. جمعت 34000 نقطة اللي هي هذه تتشوفوا 34000 نقطة. غادي نحاولوا نديروا شوية الظلام باش تبان لكم هاد هي 34000 نقطة اللي هي هذه. غادي نحاول كما تتشوفوا الخوت، غادي نحاولوا نديروا شوية الظلام باش كما تتشوفوا الخوت. ها هما السيرفيز، سيرفيز بحال قلتي الا كملت هاد السيرفيز تيعطوني 4000 نقطة،
كملت هذا غيعطيني هاد هاد بينات هادي اللابس كيعطوني 1500 الا كملت هذا سايسو ريوردز كيعطوني 1000 نقطة. هذه هي داونلود ابس. الا تيليشارجيت لابليكاسيون ديال وولمارت اي بوكس كيعطوني 1400 نقطة. تيليشارجيت هاد اللعبة هادي 1000 نقطة. تيليشارجيت هادو 1000 نقطة. كما تشوفوا هادشي كامل هنايا بالنسبة لي انا كيطلعوا لي هاد لي زابليكاسيون هادو تيطلعوا لي لي زابليكاسيون ما عرفتش علاش. المهم هاد لابليكاسيون هادي كما قلت لكم التارجت ديالها مختص للولايات المتحدة الامريكية ولا الدول الغربية، ولكن احنا بالنسبة للمغاربة راه كاينين تيديروا واحد الطرق وتيحاولوا يخرجوا لهم لي زابليكاسيون كما تيخرجوا لي انايا اللي ساكن في الولايات المتحدة الامريكية. كما تشوفوا الخوت هذه هي القضية ديال الكاش باك كما تشوفوا هنايا. غادي نحاولوا نديروا شويه الظلام عاوتاني. كما تشوف القضيه ديال الكاش باك الا مشيت شريت في وول مارت كما تشوفوا الا مشيت شريت في وول مارت كيعطيوني ترجعوا لي واحد النسبه ديال 2% من الاموال ديالي. الا مشيت للفوريفر 21 كيردوا لي 2%. الا مشيت للسيفورا كيردوا لي 1.6%. كما تشوفوا هادو هما كاش باك اللي هذه الطريقه هذه كديرها الاي باي كلاب اللي كنت شرحت لكم شحال هذه، ولكن هاد لابليكاسيون هذه ولات كدير هاد القضيه هذه ديال الكاش باك. اخوتي باش ما نطولوش بزاف غادي نحاولوا نمشيو للريوردز كما تشوفوا. غادي نحاولوا ندخلوا ريوردز بحال هكايا. غادي نحاول ندير باي بال كما تشوفوا. هذا هو الباي بال هنايا. المهم غادي نحاول ها هو الباي بال. غادي نحاول نسحب 50 دولار كما تشوفوا عندي. غادي نسحب 50 دولار. تيقولوا لي واش بغيتي تسحب دولار واحد ولا 3 دولارات ولا 5 ولا 10 ولا 25. انا عندي النقط اللي جمعت يمكنوا غادي يمكنوا يصيفطوا لي 50 دولار كما تشوفوا. غادي نديروا ريوردز. غادي نحاولوا نديروا باي ريوردز. دابا غادي نحاولوا نديروا باي ريوردز بحال هذه الطريقه هذه. غادي نحاولوا نديروا المود باس ديالي. كما تشوفوا الخوت المهم ها المود باس ديال مود باس دخل. قالوا لي بالله الان صيفطنا لك 25 صيفطنا لك 50 دولار للباي بال ديالك. المهم تتوصل بالفلوس بحال قلتي تتوصل بالفلوس ما كملاش دقيقه كتوصل بالفلوس ديالك. كما تشوفوا غادي نحاول ندخل الباي بال ديالي الان. ندخل الباي بال غادي نحاول نديرو الكود اللي هو هذا. نشوف واش حقا وصلتني 50 دولار ولا لا. وكما تشوفوا الخوت وصلتني 50 دولار اللي هي هذه كما تشوفوا هي هذه بلاتي نشوف واش ما كاينش. ها هي كما تشوفوا هي هذه. ها هي 50 دولار وصلتني. يو ريسيفد 50 دولار فروم ريوردز بيمنت من هذيك الابليكاسيون اللي شرحت لكم اللي هي هذه كما تشوفوا الخوت. المهم ابليكاسيون خدامه مزيان. تنعتذر الناس اللي ما بغاتش يخرجوا لهم لي زابليكاسيون كما تشوفوا. غادي نحاول هيا باش ما يقولوش الناس فوتوشوب ولا شي حاجه. غادي نحاولوا نديروا عاوتاني الظلام. المهم هذا الفيديو ما فيه لا مونتاج لا حتى شي حاجه. هيا 50 دولار تتبان لكم الفوق 50 دولار ماشي 50 هيا بيمو لات. هيا يور اكتيفيتيز راه هي 50 دولار كما تتبان لكم الفوق 50 دولار. كانت عندي في باي بال 800 وشي حاجه الظلام سمحوا لي بزاف. كانت عندي في الباي بال 800 وشي حاجه ديال الدولارات دابا ولات 915 دولار. المهم الخوت غادي نحاول نحط دابا التليفون وغادي نقول لكم بلي هاد لابليكاسيون خدامه مزيانه. انتم كما تشوفوا سحبت 50 دولار كما وعدتكم في الفيديو الاول اللي درت على الموتور على الفلوغ. قلت لكم غادي نمشي نسحب واحد 50 دولار. كما تشوفوا هاد 50 دولار راه لا شيء هنا في الولايات المتحده الامريكيه. هاد 50 دولار غادي نمشي دابا نخرجها وغنمشي غير نحسن شعري غادي تمشي ليا 50 دولار. تتحسن ب 25 دولار كتعطيه تيبس ولا تعطيه ضروري تعطيه ديك بحال قلتي بور بوار اللي هي 5 دولار ولا 7 دولار. ها هي 30 دولار مشات. تتمشي تشري سطره الحليب ولا شي حاجه هي 50 دولار مشات. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديال هذا الفيديو. هذا الناس اللي باغيين تيليشارجيو هذا الابليكاسيون غادي تلقاو الرابط لتحت في الديسكريبشن لينك ولا الخانه ديال الوصف. الا تيليشارجيتوها من الرابط ديالي الرابط هما كيعطيوني 50 نقطه وانت تتاخذ 50 نقطه. بالنسبه لي انايا الى تيليشارجيوها بزاف الناس كنحصل على النقط حتى انايا. حتى
هما كيحصلوا على النقاط. ما بغيتيش تيليشارجيها من الرابط ديالي، تيليشارجيها من اي موقع اللي سميتو فيتشر بوينت، راه ما غتاخذش 50 نقطه. ولكن الا بغيتي تشجعني فقط، انا كنقولها في الفيديو، الا بغيتي تشجعني راه ان فوا تيليشارجي لابليكاسيون هما كيعطيوني 50 نقطه. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.